اليوم وضمن الظروف الحالية ما في شاب أو صبية سورية عم يكتفوا بمجال واحد، أغلب الناس صارت تدرس وتشتغل بنفس الوقت، وهذا الشيء عم يحملهم مسؤولية كتير كبيرة، ضغط بالوقت وضغط بالمسؤوليات، وأي تقصير بأحد الجوانب عم يلقى لوم كتير كبير بأنه أنت إذا مانك قد هالمسؤولية مانك قد هالحمل، ليش لحتى تخوض من الأساس ومن البداية؟ تماما فاطمة، اليوم موضوع الشغل بالنسبة للطلاب بطل في له نوعية الرفاهية الاختيار، اليوم كثير من الطلاب عم يضطروا انهم يشتغلوا لحتى يساعدوا حالهم ويساعدوا اسرهم، وبالتالي لما بيدمجوا العمل مع الحياه الدراسيه عم يتاثر الجانبين، وبالتالي ممكن انه الطالب ما يقدر يقدم الشكل الصحيح سواء على الناحيه الاكاديميه او حتى من الناحيه العمليه. رح نحكي بهذا الموضوع مع الدكتوره غاليه سعيد، الدكتوره في علم النفس اللي نورتنا ضمن استوديو دامسكو. يا اهلا وسهلا. سعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيك. اوقاتك، يعني اول شيء استفدنا لك واشتقنا لك وانا كمان كثير. خلينا يعني اليوم بالاغلب هي الحاله كانت موجوده مسبقا كيف. ولكن اليوم هي حاله مضاعفه. صح. شو السبب؟ ليش عم نشوفها بكثره؟ ليش في كثير طلاب وكثير شباب سوري عم يعانوا منها؟ تمام، اول شيء مثل ما تفضلتوا وتحدثتوا بالبدايه انه الطالب السوري هلا لما عم يبدا بده يجمع مصروفه المالي، بده يحاول يقدم مساعده عائليه او مساعده لشخص بيعني له، فاول فكره بده يدور عليها انه ادور على فرصه عمل على اي مكان ممكن يتقبلني وانا طالب، انه انا يكون عندي ساعات عمل بسيطه ما تكون ساعات طويله، وبنفس الوقت اقدر طلع مردود مالي قاوم او انه ضل عم بعمل دراستي. هذا الموضوع كلاميا كثير سهل، بنعمل مشاريع كثير ونحن قاعدين، بنطلع كثير فرص عمل ونحن قاعدين. صح. لكن الكارثة الأكبر لما عم ينزل هذا الطالب على سوق العمل، هون عم بيلاقي المشقة الأكبر، فرص العمل ما عم بتكون جيدة كما يجب، ما عم تتناسب وقتها مع وقت دراسته، عم تكون أماكن العمل بعيدة كثير عن أماكن سكنه، وبالتالي عم يضيع وقت كثير كبير ما بين التنقل بين العمل والجامعة والبيت. صح. وبالتالي هذا الشيء شو عم يعمل؟ عم يوصل هذا الطالب مرهق نفسيا، جسديا. صح. معنويا، حتى ماديا. اذا بدك يعني لبين ما يترك كان بده 3-4 ساعات. تماما، يا عيني عليك، بين ما يستوعب انه هو فصل بين ضجه برا وصار لازم يدخل على البيت او على المكان اللي موجود فيه لحتى يقدر يوصل. فهي المهمه قد ما انا سهله كلاميا قد ما انا صعبه نفسيا وهيك ومشاعريا. خلينا نقول حنحكي لهم اليوم بس عن الجانب النفسي، كثير مؤلمه، كثير صعبه، كثير فيها مشقه اذا ما كانت مدروسه، اذا ما كان متعوب عليها، اذا ما كان هذا الطالب عن جد عرفان انه المعوقات هي اكثر من المسهلات لحتى مع انه بيقولوا انه الشغل كثير صح انه الطالب يشتغل لحتى يتدرب مهنيا، ياخذ خبره لحتى هو يتقدم ناحيه الشغل، يعني اذا فينا نقول يثبت المعلومات النظريه اللي هو عم يتعلمها بالجامعه على حياه العمل، ولكن فعليا هون عم بحس انه هو مثل مقسوم نصين، انا ما فيني اقدم شكل صحيح، ما عم اقدر اقدم بشكل صحيح، وعم يطلع شيء على حساب شيء مع الاسف. صح صح. هلا الكلام اللي قلتيه يا عزيزتي 100% صحيح، اكيد العمل ببدايه مراحل الحياه الجامعيه هو شيء رائع جدا. ليه؟ بيعطي خبره، بيعطي مقومات، بيعطي ثقه بالنفس، بيرفع له من ذكائه الاجتماعي بشكل كثير كبير، وفرصه بالعمل بعد التخرج بتكون اكبر. لكن هذا الموضوع في له ضريبه كثير كبيره، الا وهي اللي تحدثنا عنه، هي حاله التدهور النفسي، حاله التعب الجسدي، حاله عدم التركيز. في احدهم من الجانبين بده يصير في تقصير. صح. اما على الجانب العملي او على الجانب الدراسي. فهي الشغلات اللي حكيناها قد ما كانت حلوه، نحن بنعرف انه منطق الحياه اي شيء بدك انت تاخذي بدك بالمقابل تقدمي له. صح. وبدك تخسري بالمقابل لحتى تاخذي نتيجه شبه جيده او مرضيه عنها. بيقولوا انه بس اشتغلت صحت لك فرصه عمل افضل، ويمكن لبين ما يتخرجوا زملائك انت بتكون اشتغلت باماكن مضاعفه عن الاماكن اللي هن رح يشتغلوا فيها، ولكن عطيني عمر اللي بقى هو يتخرج. هذا هو الكلام. عطيني عمر اللي بتصير السنة ب3 سنين. 100% صح. وبيصير في لوم غالية، يعني اليوم للأهل عم يتقبلوا هذا الشيء إنه أنت كنت شاطر شو صاير لك؟ أنت عم يخلص، أنت عم يخلص دوامك الساعة 4، أنت عم يخلص دوامك الساعة 5، لسه معك للساعة 12. طب هذا الإنسان هو إنسان، عم نقول عنه إنسان، فهو بحاجة لساعات عمل، ساعات راحة، ساعات رفاهية، وإذا يعني في تقسيمه، في شيء بيولوجي بالجسم ما فينا نتجاوزه. اليوم قديش هذا الشيء عم يحمل الطالب عبء، عم يحمل خلينا نقول الشباب السوري عبء عليه.
طيب هلا من هذا المكان رح نقول لهم انه دائما حنوجه رساله للاهل لنقول لهم هذا الكائن شو عم بيصير فيه، لانه دائما الاشخاص اللي بتكون خارج الموضوع بشوي رايها بيكون مسموع اكثر من الناس. يعني هلا لو الطالب عم يقعد هلا وعم يحكي لهم لاهله هذا الكلام اللي انت عم تحكيه والله ولا بيتناقشوا ولا حدا بيصدقه، بالعكس مثل ما قلتي بيقولوا له ايه معك من الخمسه ل 12 ولا تنام وجرب تختصر، مو من باب انه هن عم يستبدوا عليه اكيد لا، ولكن برايهم انه هو في وقت نظري اسهل من العملي. يعني عليك النظري، لذلك نحن رح نحكي عنه شوي بهذا اللسان. قال يا صديقتي اولا العمر اللي نحن بنشتغل فيه لما بنكون طلاب جامعه هو اساسا عمر المراهقه، نحن امتى بنبدا بنشتغل؟ يعني من ال 20 لحد ال 25، يعني المعركه الاساسيه تبعنا بتبدا تقريبا من ال 20، وفي منهم بيبدا قبل. طيب هي اساسا هي فكره تكوين النضوج النفسي الانفعالي العاطفي، انت هون بحاجه راحه نفسيه فيزيولوجيه جسديه، تتعرفي على جسمك على شخصيتك تاسسي وجودك، هدول كلياتهم لما بتكوني عم تشتغلي فانه انت بتعتبريهم صاروا مكملات مرفهات، يعني اشياء ما تعتبر اساسي، حتى اذا طالبتي فيهم بيقولوا لك الناس اي مو من حقك هلا تطالبي فيهم، في عندك اساسيات اللي هي انه تشتغل وتطلع من مدخولك المادي وتدرس وتكون متفوق. هلا النقطة اللي قالت عنها فاطمة كثير حلوة انه بيكون متفوق وعلاماته كثير عالية فبيتوقعوا له انه كمان يكون متفوق بالعمل، لا هذا الشيء صعب تماما اكيد صعب، يعني ما فيك تحملي وزنين وتمشي فيهم وتكون نفس النتيجة أكيد. هي المثلى لا صح، لأنه صح. بالنهاية عندك طاقات قدرات خبرات تجارب بدك توجهيها لمكان لحتى تفلحي فيه تماما، فللأسف بيفوتوا سنة تانية وبيعلقوا تانية 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 هيك لحتى بيتخرج بعد 10 سنين، بيتخرج بعد 10 سنين معدله بيكون ضعيف مانو كتير عالي، لكن بده يطلع شيء على حساب شيء. لهيك لما بتشوفوا حدا عم يدوبل بالسنوات معلش خلونا نخفف عليه شوي، لانه هو بالمقابل عم يقيم هذا الجهد الدراسي عم بيحطه بمكان هو اخر، هو بالاساس متعب، يعني هو مو رضيان تماما، اكيد مو رضيان، اكيد مو حابب يضل اسمه مع لوحه الشرف بالجامعه، يعني انه من الاسماء مخلده. وعلى فكره حتى هذا اللوم ممكن ما بيكون عن طريق الاهل، انه بيلوموا انه فيك تشتغل ساعات اقل فيك تدرس ساعات اكثر او هالقصص، احيانا بيجي اللوم كمان من طلاب الجامعه بيقولوا انت ما عم تداوم مثلنا، انت ما عم تجتهد مثلنا. يعني هذا اللوم كيف بده يتعامل معه الطالب يلي هو اصلا عم يشتغل فعنده ضغوطات موجوده بحياته العمل؟ اذا بتسالي سؤال مثلا بيقولوا لك انت ما داومتي فما بعرف، اي كانه انت اذا ما داومتي يعني انه انت عم تتسلي، اي انه انت ما داومتي صح خليكي برا انه انت ما لك علاقه بالموضوع او ما بتستاهلي انه نساعدك، ما بتستاهلي انه نجاوبك اساسا. هي هي النقطه اللي قالت عليها فاطمه، كثير ناس وصراحه انا واحده من الناس اللي كانت عم تشتغل وتدرس اسالهم سؤال انه مثلا المحاضره او دكتور انت ما كنتي مداومه ولا مره شفناكي فما في داعي نجاوبك اساسا، بيعطيكي الدفتر ولا دوري على حدا يجاوبك ويكون مثلك، لا هذا الشيء خطا. واكيد اكيد بنقول انه الطالب اللي عم يدرس ويشتغل هو غير الطالب يلي ممكن يكون مثلا مستوى عائلته المادي الاقتصادي جيد فما بيعيله انه هو يشتغل، لكن انا مع فكره انه يشتغل حتى لو المستوى المادي جيد، إذا جيد ببلش بالرابعة تماما ثالثة بيكون مقطع نصف يعني الأكبر، لكن إذا بحاجة إنه يكون في عنده مدخول مادي لا في خيار. ما في عنده خيار لأنه أبدا، لأنه غالية ثقافة الشغل كمان موجودة يعني بأوروبا، اليوم الطلاب بأوروبا بيشتغلوا ساعتين لأربع ساعات وهن عم يدرسوا بنفس الوقت، هذا الشيء بيساعدهم لحتى هن يتقدموا ويتدربوا بالحياة العملية ياخذوا خبرات بجامعاتهم في عمل، بس الفكرة إنه إحنا هون اليوم الطالب مضطر إنه هو يشتغل أكثر من هذا من عدد الساعات. هي كمان النقطة اللي كتير عم تتحدثي عنها، وعذرا أنا إذا قطعت لك الفكرة. لا أكيد تفضلي. مثل ما تفضلتي بنظام الدول الأخرى إن حاطين نظام عمل للطلاب من الساعتين للأربع ساعات، إن إحنا بنساعدك فيها إنه أنت تطلع مصروفك وبنفس الوقت تكون عندك وقت لتريح وإنك تدرس. لكن هون للأسف ما بدي أعمم إلا ما يطلع بعض أصحاب رؤوس الأموال أو الأعمال بيقدروا نوعا ما ولمكن نسبتهم 1%، لكن غالبيتهم بيشغلوا طلاب الجامعه دوام كامل اللي هي 8 ساعات وما فوق، وبيقولوا الجمله الشهيره ما عجبك في حدا ثاني عم بيستنى هاي الفرصه، وبالتالي هو محكوم للاسف هو عن جد فعليا في حدا بيستنى. انت مستقله شو يعني 8 ساعات؟ عم تحكي عن حدا عمره بال 20 25 عنده مسؤوليتين اللي هي الدراسه وينجح ويشتغل ويجيب مال، كثير صعب على فكره. التركيز هو مقسوم نصين، انه انا ضل محافظ على معدلي وبنفس الوقت ضل محافظ تمام على مردودي المالي. لزيدك من الشعر بيت، لسه في طلاب وانا واحدة من هدول الطلاب يلي بيكونوا مستقلين عن اهلهم مثلا بغير محافظه، فهو هذا البني ادم فاتح بيت تماما، هذا الكارثه الاكبر، هذا فاتح بيت هذا الكارثه الاكبر، رب منزل وبيشتغل وبيدرس
خذي على مسؤوليات. تماما. وهذا على فكره التقصير عن معه بتلاقي الناس فورا بتنزل عليه، ليه لازم مقصر؟ ليه لازم معدلك مو عالي؟ لازم معدلك ما ينزل عن 90 على فكره، انا اتوقع سمعتيها هاي الكلمه، معدلك لازم ما ينزل عن 90، ما حدا عم يقرب عليكي، ما حدا عم بيضايقك، لكن هو بيشتغل برا وجوا وبقلب البيت وبرات البيت وبده يدرس وبده يلحق وبده يعمل كل الاعباء. تمام. فانه خفوا عليه شوي، ريحوا شوي، هدوا شوي، لانه في عنده كثير اعباء بكفي المعركه اللي عم بدور براسه من الالتزامات. دكتوره غاليه، في البعض بيحل هي المشكله يعني بيختاروا شغل بيتناسب مع الجامعه، يعني فيهم يحلوا هذا الموضوع بانه انا صح انا عم اشتغل بس بنفس الوقت انا عم اتعلم. صح. قديش هذا الموضوع صح وبفيد الطالب لحتى يخلص وبالتالي هو ما بيتاثر الجانبين لا الحياه العمليه ولا الحياه الدراسيه؟ هي النقطه الذكيه اللي نحن عم ندور عليها بحديثنا النفسي عن هذا الموضوع. قال محور الذكاء، اذا انت بدك تشتغل وتكون طالب انك تحاول تقرب عملك يكون طبيعته من طبيعه دراستك. ليه؟ هذا الشيء بيوفر عليك جهد وبيعطيكي خبرات كثير كبيره لانها بمجال عملك وبيخليكي ما تضلي بعيده عن مجال، يعني مثلا اذا انت مثلا عم تدرسي مثلا محاسبه او شيء تجاري، فانك انت بتكوني عم تشتغلي بهذا الدومين نفسه، فانت هون عم بتزيدي من خبراتك. مو انا اكون مثلا اختصاصي علم نفس فاروح اشتغل بالتمثيل، لا كثير بعيد هذا الموضوع عني لانه انا صرت شقين مختلفين. صح. وكل واحد صار بده لحاله شخصيه منفصله وشيء اخر. طيب في كثير ناس عم بتدور على هذا الشيء لكن ما عم بتلاقي، مو الكل بيلاقي طبيعه العمل من طبيعه الدراسه، وبالتالي كمان بنرجع بنبرر لهم مشان نخفف عليهم شوي انه حدا حيسمعنا هلا اي ما بلاقي انا من اختصاصي، مثلا اذا حدا عم يدرس تاريخ وين بده يشتغل باختصاصه؟ معنا هي الرفاهيه، معنا هي رفاهيه انه الاختصاصات تكون قريبه لمستوى الاعمال، لذلك بنقول لهم نحن معلش عم نقدر تعبك وجهدك ولو رحت على قطاع اخر بعيد عن دراستك، لكن ما بيمنع انك تضل عامل صله الوصل، انه تضل عم تتابع انه شو عم بيصير شو هان. فالموضوع ما له بسهوله ابدا بدنا نخف عليهم كثير. طيب نحن عم نحكي اليوم من الناحيه العمليه، من الناحيه التطبيقيه، خلينا نروح للناحيه النفسيه، انا اليوم كشخص او كطالب عم يشتغل وعم يدرس وعم يتعرض لهذا الضغط، كيف بدي روق حالي؟ كيف بدي هدي اعصابي؟ كيف بدي اتعامل مع الموضوع بحيث ما اخلي هذا الضغط يتمكن مني ويسيطر علي؟ حلو كثير الفكره. اول شيء تعالوا نقتنع انه في هو نظام العمل اصلا نظام عالمي مقسم بين العمل والدراسه، فهو مقسم على ثلاث اقسام اللي هو انك تقسمي وقت العمل وتقسمي وقت الدراسه ويكون في عندك وقت للراحه. هلا حيقولوا لي وقت للراحه، يعني احنا للنوم ما عم نلاقي وقت لحتى نلاقي وقت للراحه، بس فعليا بدنا طبعا على الاقل لازم تكون ولو 60 دقيقه يعني ساعه بالنهار، انه هي لإلي هي ممكن نفسيا ترجع تعمل إعادة شحن طاقة من أول وجديد وتخليك فعلا أنك أنت تروقي، على الأقل أنك أنت تاخذي قطعة شوكولاتة تاخذيها بمكان بعيد شوي عن الناس، هذا الوقت لإلي. وأنا بفضل بهذا الوقت إذا أخذتوا البريك تبعكم، لو كنتوا عم تتنقلوا من مكان لمكان، إن كنت تعدوا، لو كنتوا دخلتوا على حديقة مثلا، أنت طالب طلعت من بيتك على شغلك، لو دخلت على حديقة طفي تليفونك، عد لك ساعة 60 دقيقة هدول لك، أخذ لك قطعة شوكولا، كاسة مي إذا أنت هيك، بس إنه هذا الوقت لإلي. شايفين هدول 60 دقيقة نفسياً بيرجعوا بيعملوا لك شحن من أول وجديد، وبترجعي ممكن تبلشي نهار 12 ساعة من أول وجديد وننظم وقت. في بعضهم للأسف بيكون يعني عنده شوي هيك إنه معلش خليني أزيد الدخل المادي، فإذا عملوا 8 ساعات بيقول يلا بشتغل 10 ساعات، هدول الساعتين بدك تشتغلهم كرمال تزيد بعض الليرات عليهم، هدول عم يعملوا لك ارهاق اكثر، تعب اكثر، والليرات اللي عم بتزيدين حتحطين اجره مواصلات. تمام. فلا خليني انا التزم بنظام العمل. ودائما النقطه الاهم لما كطالب بتروح على اي مكان حطوا مدراءكم بالصوره، اشرحوا لهم انه انا طالب عندي امتحانات، بايام الامتحانات ممكن يخف ضغط عملي، عندي زونات للامتحان مشان ما يعمل شوشره. صح. وبالتالي كمان يوترك اكثر الطلاب بتخجل، فهو بيكون في امكانيه للحل، يعني هو في امكانيه للحل، بيكون المدير متفهم بس هي بتخجل فبتتفاقم المشكله. وهذا الغلط لانه بيتفاجئ مدير العمل اثناء الامتحان انه انا طلعت طالب جامعه وعندي امتحانات وانت ما لك مخبره من الاساس. فهي الاساسيات هن كثير بسيطه لكن لازم نحطهم لحتى نوعا ما نتلافى الخطا ونقدر نكمل على ما نتخرج. طيب خلينا نتفق بأن الموضوع ممكن يكون بينحل بشكل سريع إذا فعليا نحن قدرنا الوقت بشكل صحيح. طبعاً. يعني وقت منقسم، وقت منقسم احنا ساعات الوقت اللي احنا عنا اياها بين الدراسة وبين العمل بين مواضيع انه حتى راحة النفسية اللي مش شوي ذكرتيها حضرتك، هذا الموضوع كيف فيني اتعامل معه؟ وساعات الوقت كيف فيني اختار على اليوم حتى انا فعليا اشتغل شغل صحيح وادرس بشكل صحيح؟
حلوه كثير القصه. شوفي اللي قال لك يا عزيزتي، اولا كلمه هي ما في وقت، ما في وقت، كلياتنا بنتزرع بهي القصه، وكل ما ياتنا لما بنحس حالنا ان هيك مضايقنا شوي بالوقت، والله ما عم لحق، ما في وقت. لا، الموضوع بالحياه هو ترتيب اولويات، الوقت هو ذاته ما تغير من وقت ما وجدت الكره الارضيه. وعلى فكره الوقت هو اكثر حدا عامل اداره كامله لوقته، يعني اكثر عامل حدا اداره، نحن اللي بدنا الاداره مو الوقت. لذلك نفسيا بيقولوا لك ساعات الصباح الاولى فيها انجاز مرعب جدا، اللي هي تتمثل من بعد صلاه الصبح مثل ما بيقولوا بهذا الوقت. اولا كميه الاكسجين بتكون كثير فيها عاليه، بنكون اخذين ذروه النوم اذا كنا نايمين ما بين التسعة والعشرة يعني مثلا، وبلا المسلسل تبع المساء، وبلا شويه شات على الموبايل، وبلا شويه سهره قعده الشده، وبلا حالات سوداء، وبلا ذكريات مؤلمه بالليل. لا خلينا ننام بكير، لانه نوم البكير وخاصه من 9 لل 12 بيعادل نوم رائع جدا، وبيعطي الاحساس الجسم انه انا فعلا شبعان نوم. ساعات الصباح الاولى للدراسه رائعه جدا، اذا نحن استيقظنا ما بين الاربعه والسته اكيد ما فيهم دوام عمل هدول، ولكن يعني انجاز فيهم رائع، كل ساعه بتعادل ساعتين دراسه، اذا التزمنا فيهم بيكون كثير حلو، وفيك تبلش نهارك اساسا بشيء حلو. والنقطه الثانيه كمان لطالب دراسه حق له حيله نفسيه، اذا كنت ما عم تقدر تنام وما كشب عن النوم ورايح على الشغل، ضلوا لعبوا على دماغكم وقولوا انا نايم كثير منيح الليل الماضي، لو نايمه نص ساعه انا كثير نايمه، انا رواق ليله منيحه، نمت 9 ساعات، على هي حيل الدماغ بيلعبها، ضل بتقولي انا نايمه منيح انا نايمه منيح، فهو بيتعلم الدماغ انه انت نايمه منيح، مع انك انت بتكوني عم تعملي هيك كل الطريق، لكن انا نايمه منيح. احد الحيل اللي ممكن نعمل فيها شوي حيل على الدماغ فانه يكمل معنا لبقيه النهار. لما كنت عم تحكي ذكرتي فكره انه احيانا في اشخاص بيضعفوا ساعات عملهم لحتى يطالعوا كم ليره زياده، بالمقابل بيحطوها مواصلات. صح، في اشخاص عم يطالعوا كم ليره زياده، بالمقابل عم يحطوهم على صحتهم. 100% صح. هذا الموضوع كيف انا بدي دير بالي كثير منيح بانه ما اخذ الموضوع والضغط والارهاق على عاتق صحتي، لانه اكثر شيء ممكن يتاثر بالانسان هو قدرته الجسديه او تحمله الجسدي اليوم. يا عيني عليكي، فوتيني على بوابه ثانيه اللي هي الاحتراق النفسي او الاحتراق الوظيفي بيقولوا له، وهذا الشيء اللي بيبدو فيه مين؟ الطلاب يلي بيكونوا بتيانين بعمل جديد ومبسوطين وطاير عقلهم، خاصة إذا كان الاختصاص العمل بيشبه اختصاصهم الدراسي، بيقوموا بيعملوا فيه إغراق كامل، بيروحوا لمرحلة الاحتراق الوظيفي. تخيلي هي لازم يوصلوا لها بعد سنوات، لكن للأسف من أول سنة ممكن في بعضهم يوصلها. الاحتراق الوظيفي هو كلمة معنى سهلة، هو متلازمة بتعمل إشكاليات كتير كبيرة، بتأدي فعلا ليصير عندهم حالة من الضغط النفسي، حالة من الألم الجسدي والمترافقة بعدي لقلك متلازمة الكورونا العصبي اللي بتصير معهم بشكل كتير كبير. هي مع الكل طبعا، مع الكل، ولكن لما بيزيدوا اكثر متلازمة الكورونا العصبي اللي بتصير معهم بشكل كتير كبير، حالة من الضغط النفسي، وبتأدي الى صداع نفسي اللي بيتأقلم انه راسي عم يوجعني بس ما بعرف من شو، وبضل عم باخذ بالحبوب المسكنة. ليه؟ لانه انا عندي ضغط نفسي. صح. الحالة اللي بتصير عندهم كجسديا بحالة الاحتراق النفسي، ومشان انه ضاعف سنتين بتصير في عندهم ارتعاد او رعشة بالاطراف، يعني بتصير من كثر الوقفة بتصير عندهم ضعف بالعضلات، وبالتالي بتلاقي ايديهم بترجف، بتصير بدون سبب. بدون سبب ليه؟ لانه انت عندك ضغط نفسي وانا متوتره. هذا طلع على المدى البعيد، وين بده يطلع؟ بده يطلع هون. والاحلى انا كثير شفتها من الطلاب، بصير عندهم ارتدادات بحركه العين. صايره معكم قبل هالمره؟ انا صايره معي. بترف بطريقه غير اراديه، شعري انه العين عم بترف بحركه لا اراديه، هي نتيجه الضغط النفسي. اذا انت كثير متوتره وبتسالي اللي جنبك انه انا عيني عم بترف شيء، بيقول لك لا، لكن انت نفسيا عم تشعري فيها. هذا ضغط العين. ضغط العين، متخيلي قد ايه هدول كلياتهم؟ ضيفي لي العين لحالها، هي كلياتها شو؟ حالات الارق والخوف من اني انا ما في بكره. هي النقطه اللي كان بدي نوه عليها، انه للاسف هن ما بيلحقوا يناموا، ما بيلحقوا يدرسوا، فبالتالي هن ما بيقدروا يناموا، وبيتعودوا انه هن ما في ساعات للنوم. اها، بتصير يعني عادة. عليكي، وبفيقوا بقى باستيقاظات هيك جميله، بهالات سوداء، بوجه هيك معلوم ظابط، بنفسيات اساسا سيئه، لانه حتى نفسيا اذا انت ما لك شبعانه نوم، فبالتالي نحن اللي رح نتحمل هذا الاذى النفسي لما بنطلع ما لنا شبعانين نوم، لانه ما لنا مستعدين اساسا نتقبل اي فكره من حدا، وجسمنا ما له اخذ القصه. مو شبعان نوم، ما لك خلق تقول صاح الخير اساسا. اساسا بنشعر انه هي ما لها طعمه، وبنصير نعمل عليها خناق، يعني انه ليش صباح الخير يعني. وكانوا عم يقولوا لنا بالكنترول في ناس عم تشتغل تدفع اليوم يعني الراتب تبعها مواصلات واكل. هذا هو، هذا شو لازمته؟ هذا هو اللي عم تطلع حبيبي، اللي عم تشتغل بالذات. انا بقول له لا معلش، فيه خلينا قاعدين بالبيت ولا نعمل هذا الشيء.
لانه اذا المدخول المادي ما بده يقيمله ولو قليل جزء البسيط، لا هذا اسمه تعب وارهاق وزيادة مجهود، وانت بس عم صاحب العمل انت عم تنمي له شغله لكن انت ما عم تعمل شيء. تماما، اذا الشغل ما عم استفاد منه من الناحيه التدريبيه او من الناحيه الماديه فلو شو هالشغل. هلا بتزرعوا لك احيانا عم بتسلى عم باخذ خبره، لا لا هذا غلط تماما، هذا بصير استهلاك. ألف طريقة للخبرة غير التعب، هذا بصير اسمه استهلاك مشاعر واستهلاك وقت واحتراق وظيفي، لأنه أنا لا عم باخذ مردود مالي وعم بتعذب بالطرق بالمواصلات وعم برجع آخر شيء اتخلق بالناس اللي قدامي، فلا خليني بالبيت قاعد. وبقول لهم هون اتوجهوا لطرق العمل اللي صارت أونلاين، ممكن تكون فرصة أكبر وتوفير أحسن مواصلات وحركة وفرص أكبر. يعني إن شاء الله يكون الشباب يلي اليوم سمعونا وحضرونا استفادوا من هالمعلومات، وكل الشكر لك الدكتورة غالية سعيد اختصاصية في علم النفس. شكرا، دائما هيك وجودك بيعطي طاقة بيعطي دافع، والموضوع بيكون يعني بتمنى ما يخلص. أنا دائما الفقرات اللي بتكوني معنا فيها دائما بتجيب السعادة بتجيب الطاقة الحلوة. تمام، نورتينا كثير دكتورة غالية. شكرا، إياك بسعادة يا رب.